الكابتن جمال أبو عابد والكابتن رأفت العلامي. بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي أنساتي سادتي، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير والمحبة والإكرام هنا على قناة قنوات الكأس الرياضية، القناة الثالثة التي تجمع الكلاسيكو الأردني في مباراة واحدة من المباراة الديربي الأردني المهمة والمهمة جدا ما بين الفيصلي والوحدات في واحدة من اللقاءات الأكثر إثارة الأكثر أهمية في الجولة السادسة عشرة هنا في دوري المناصير الأردني للمحترفين، وبين أيضا أحضان استادي عمان الدولي في المواجهة التي تحمل رقم 84 ما بين الفريقين. أي لقاء الذي يجمع المقابلة، أي لقاء وأي مقابلة تجمع الفريقين هنا في الكلاسيكو، واحد من اللقاءات المثيرة في مباراة الديربي، واللي لطالما شهدنا هذا اللقاء ونشهد هذا اللقاء اللي في استاد عمان الدولي الذي امتلأ على الآخر هنا في هذه المقابلة. هنا المتابعة ما بين الفريقين، الفيصلي باللباس الأزرق على يسار الشاشة هنا في أحداث شوط المباراة الأول، ونادي الوحدات باللباس الأخضر المارد الأخضر يقابل الزعيم هنا في هذه المقابلة التي يعني تعد من اللقاءات المهمة لسه بالبداية، وعمليات الشد والجذب، عمليات الندية القادمة والسرعة في هذا اللقاء هنا في هذه المقابلة التي تجمع الفريقين. المواجهة ما بين المدربين، ما بين التونسي قيس اليعقوبي مدرب نادي الوحدات ليقابل الأردني المدرب نادي الفيصلي راتب العويضات هنا في هذه المقابلة. وأي لقاء يجمع الفريقين هنا في الكلاسيكو الأردني، واحد من اللقاءات المهمة والمثيرة في هذه المقابلة. إذن في هذه المقابلة التي تأتي لأصحاب الديار، أصحاب الأرض، الفيصلي زعيم البطولة الدوري ليقابل المارد الأخضر، الفيصلي والذي جاء بتشكيلة المدرب راتب العويضات في حراسة المرمى معتز ياسين، في خط الدفاع الظهير الأيمن عودي زهران وسالم العجالين الظهير الأيسر، قلبي الدفاع براء مرعي وشاب بن فرج اللاعب المحترف التونسي، في وسط الميدان وفي أرضية الميدان إحسان حداد، مهدي علامة الجناح الأيمن، أنس الجبرات وأيضا أحمد العرسان، وفي المقدمة يعني يوسف أبو جلبوش وأيضا التونسي هشام السيفي. هذه التشكيلة التي جاءت بقيادة المدرب راتب العويضات، وبتوقيع من هذا المدرب الذي يعرف كل الخفايا، يعرف كل الديتيلز، يعرف كل الأمور، يعرف كل التفاصيل لأيضا نادي الفيصلي الأكثر حصولا على بطولة الدوري. هذا قيس اليعقوبي المدرب التونسي اللي يدرب ويخوض الكلاسيكو الأول، ولعل من المفارقات ومن الإحصائيات ومن الأرقام التي تجمع المدربين هنا في هذه المقابلة هنا في الكلاسيكو وفي مباراة الديربي، هو الكلاسيكو الأول اللي يجمع المدربين سواء للتونسي قيس اليعقوبي او على السواء لايضا المدرب راتب العويضات في هذه المقابله. الوحدات، واي الوحدات الذي ينافس على المراكز المتقدمه مع الفيصلي، مع شباب الاردن، مع الجزيره المتصدر هنا في هذه المقابله. تامر صالح في حراسه المرمى للوحدات، محمد الدميري، سليم عبيد، محمد الباشا السنغالي الظهير الايمن، فيكتور تيمبا، وفي وسط الميدان عبيده السمارنا ورجاء عايد، انس عويضات، حمزه الدردور، وفي المقدمه بهاء فيصل وسعيد مرجان. هذه التسديده التي اعتمدت جاءت بتوقيع التونسي قيس اليعقوبي، ولعل المواجهة منذ البداية لاحظ المارد الأخضر، لاحظ الوحدات الذي قدم وهو يلعب في خارج الديار في مباراة الأويه، بدأت المقابلة بقيادة سعودية، الطاقم السعودي الذي يأتي إلى هذه المقابلة ويدير هذه المقابلة وهذا اللقاء الصعب والصعب جدا، ليس للحكم السعودي
السعودي، الحكم السعودي شكري الحنفوش، والذي يساعد المساعد الأول عبد الرحيم الشمري، المساعد الثاني هاشم الرفاعي، وحكم الرابع سلطان الحربي، واللي قدم هذا والذي قدم هذا الطاقم السعودي من المملكة العربية السعودية هنا لقيادة واحد من أفضل وأخطر وأهم الديربيات والمباراة في الأردن في الجولة 16 هنا في هذه المقابلة، دور المناصير الأردني في استاد عمان الدولي في هذه المواجهة التي تحمل الرقم 84 ما بين الفريقين، ولعل المارد الأخضر الوحدات الذي يأتي في المركز الرابع ب 29 نقطة بفارق 3 نقاط للزعيم. هنا محاولة إلى الأمام متابعة باتجاه المرمى، ولكن أيضا ياهي مقابلة ياهي مباراة تجمع الفريق في الديربي الأردني، ولعلك تتحدث إذا كان ريال مدريد وبرشلونة في إسبانيا، إذا كانت الأندية الكبيرة في مانشستر وأرسنال، إذا كانت الأندية الكبيرة في مباراة الديربي، لعلك تجد وأيضا تلاحظ في المملكة الأردنية الهاشمية تجد الوحدات والفيصلي، الفيصلي الذي قدم وعلو كعبة في أيضا المباراة الماضية عندما فاز على السلط بالرباعية مقابل لا شيء بأقدام التونسي هشام السيفي هدفين ولي هدف لأحمد العرسان ومحمد ماجد هدف في تلك المقابلة الماضية في أحداث الأسبوع 15. المقابلة التي تجمع الفريقين الوحدات الذي فاز على شباب الأردن، وياهي جماهير مهما اختلفتوا مهما سرتوا مهما مشيتوا مع الوحدات مع المارد الوحدات الأخضر يأتي في خارج الأواي في مباراة الأواي في خارج الديار، انطلاقة سريعة محاولة إلى الأمام إلى سعيد مرجان إلى بهاء فيصل إلى أيضا حمزة الدردور، حمزة يحاول، ولعل التجارب الاحترافية التي صنعت للاعبين الكبار المشاركين والذين يلعبون ما بين الوحدات والفيصلي، إذا كانت النجومية متمركزة في الأندية الكثيرة في بطولة الدوري الأردني فإنك تتحدث عن تاريخ وتاريخ وتاريخ إلى الوحدات، وإذا كانت التاريخ ما بين الفريقين ولعل الإحصائيات والبطولات على مستوى بطولة الدوري لزعيم بطولة الدوري الفيصلي، الفيصلي وجماهيره الوحدات ومجانينا هنا في هذه المقابلة هنا في الأمة الفيصلية هنا في الأمة الوحداوية هنا في أيضا استاد عمان الدولي، ولعل آخر 7 لقاءات جمعت الفريقين على مستوى بطولة الدوري كان الفوز للوحدات فوز وحيد، فوزين للفيصلي، 4 تعادلات سواء التعادل السلبي والإيجابي في بطولة الدوري، ولعلك تبعد وتذهب بعيدا في مشوار الفريقين. هنا متابعة إلى الأمام محاولة باتجاه المرمى ولكن في صافرة ورايا وتسلل حارس يعني المرمى تامر صالح ليقابل التونسي هشام السيفي. ياهي مولع المباراة، ياهي مباراة من المباراة الثقيلة، ياهي من المباراة النارية في المملكة الأردنية الهاشمية في الجولة 16 التي تجمع الفريقين هنا في أيضا المواجهة 84 ما بين الناديين في آخر 76 مقابلة ومواجهة، وإذا تتحدث عن المواجهات المباشرة ما بين الكلاسيكو ما بين الغريمين التقليديين الوحدات الفيصلي في 76 لقاء جمع الفريقين كان الفوز للفيصلي ب 27 مواجهة، وجاء الفوز للوحدات ب 29 مقابلة، وجاء التعادل السلبي والإيجابي 20 مقابلة في مختلف البطولات التي جمعت الفريقين. محاولة عالية إلى الأمام وسط الميدان هنا للفيصلي إلى هشام السيفي النجم التونسي إلى يوسف أبو جلبوش الآن متابع إلى أحمد عرسان إلى اتجاه المرمى والتسديدة جانبية
جانبية على جانبية للحارس من اللاعب الواضح أنس الجبرات. أنس الجبرات نجم شباب الأردن السابق واللي لعب مع شباب الأردن. هذا اللاعب لاحظه بالعرض البطيء 30 عاما لأنس الجبرات، واحد من الركائز المهمة بل من الركيزة هنا في تشكيلة راتب العويضات. هنا محاولة إلى الأمام باتجاه المرمى، تعد مجددا في الطرف الأيمن في المواجهة في الجهة اليمنى. نار وشرار هنا في هذه المقابلة. لاحظ العرضية الجميلة، هشام السيفي كاد أن يضرب بقوة تونسي، ولكن الإبعاد من السنغالي فيكتور ديمبا. ديمبا السنغالي ينقذ الوحدات، ينقذ المارد الأخضر من هدف محقق له باتجاه المرمى، ولكن اعتلت العارضة. 11 دقيقة ياهي مولع، 11 دقيقة ياهي نار، نار وشرار في استاد عمان الدولي. واحد من اللقاءات المهمة في الكلاسيكو قيس اليعقوبي، الكلاسيكو الأول يا قيس، من حسن حظك يا قيس أنك تتابع نادي الوحدات في الكلاسيكو على الفيصلي. راتب العويضات الكلاسيكو الأول له أيضا، واحد من الأسماء البارزة، واحد من نجوم وأساطيري الكرة الأردنية بصحبة الكبار، بصحبة جمال أبو عابد وعدي أيضا الصيفي، واحد من الركائز المهمة في تشكيلة النشامة. ولعل النجوم وأساطير الكرة الأردنية، وسوف نتحدث وراح نذكر وراح نسولف كثير عن الأساطير وعن النجوم وعن أبرز الذين أعطوا الكرة الأردنية الكثير والكثير. هنا الوحدات ولا أيضا القادمة بفوز على شباب الأردن، الفيصلي أيضا الذي قدم في أيضا الفوز على السلط بالأربعة. ولعل اللقاء الذي جمع الفريقين هنا في أيضا أيضا الأمور وأساطير الناديين، سواء للزعيم هذه البطولة الفيصلي أو لأساطير ونجوم الوحدات، لأيضا رأفة العلامي واحد من محبي الوحدات، الفيصلي واحد من محبيه، جمال أبو عابد واحد من الأسماء البارزة كما ذكرت مشاهدينا متابعينا الكرام. ولعل اللقاءات التي جمعت في الجولة الخامسة بالتعادل السلبي ما بين الفريقين عندما التقى في لقاء الذهاب في سبتمبر الماضي. كل العيون وكل أيضا المتابعة القادمة سريعة، محاولة إلى الأمام، انطلاق الآن إلى بهاء فيصل، واحد من أخطر اللاعبين هنا في أيضا في الطرف الأيمن إلى بهاء الذي لعب للعميد الكويتاوي. بها فيصل مقطوعة، محاولة إلى سالم العجالين، متابع إلى هشام السيفي، ولكن أيضا واحد من الأسماء على مستوى خط الدفاع سليم عبيد، محمد الباشا سليم عبيد، واحد من أخطر اللاعبين وأكثر اللاعبين خبرة الآن، ولكن بها إلى خارج أرضية الملعب. محمد الدميري واحد من أيضا الكباتن الكبار ونجم نادي الوحدات، واحد من الركائز المهمة، كابتن الفريق وقائد المارد الأخضر الوحدات، لاعب الاتحاد السعودي، لاعب الشمال القطري. هذا اللاعب واحد من الأساطير، واحد من النجوم، واحد من أيضا قادة نادي الوحدات في هذه المقابلة. هنا المتابعة، ولعل اللقاءات التي لطالما تتسم بالندية، لتتسم بالسرعة، تتسم بأيضا المستوى العالي، الرتم عالي إلى الآن. ولعلك تتحدث وتشاهد يعني قنوات الكأس الرياضية القناة الثانية، وتشاهد وتتابع يعني الدقيقة على مشارف الدقيقة 15 الربع الأول، ولعلك تتحدث وتذكر يعني لقاء الفريقين في العام الماضي، في الموسم الماضي التقى الفريقان، التقى الغريمان في الجولة الثالثة، وفاز الوحدات بقدمي بهاء فيصل وعبد الله ذيب
في تلك المقابلة العام الماضي. هنا المتابعة إلى الأمام للوحدات الآن، هنا المحاولة. الله 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 الله، جول! يا سلام على الوحدات، لاحظ الجنون، لاحظ الأمة الوحداوية، لاحظ أيضا الجنون في استاد عمان الدولي. يا الله على المباريات، يا سلام على اللقاءات، يا الله الكلاسيكو الآن ينتفض، ينتفض للمارد الأخضر. الزعيم الفيصلي يتلقى هدف، هدف لأيضا نادي الوحدات. سعيد مرجان، سعيد مرجان يتقدم. ياهي خبرة، لو من الخبرة، لو من الاحترافية. هوبا 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 هوبا، فعلوها بالمرمى، وفي المرمى سجلوها. وسط خطأ أيضا لمعتز ياسين، من النوادر أن يخطئ هذا الحارس، يملك خبرة كبيرة معتز ياسين صاحب 36 عاما، ولكن غلطة الشاطر بألف. الآن استمتع بالمقابلة. هنا المحاولة إلى بهاء، بهاء إلى سعيد، سعيد مرجان. يا سعيد، أسعدت الأمة الوحداوية، أسعدت المارد الأخضر. هل يكون الرد القادم الآن من الزعيم الفيصلي؟ هنا المحاولة، يا سلام! ياهي مباراة، ياهي مقابلة، ياهو لقاء، ياهي مباراة، ياهو مواجهة تجمع في الكلاسيكو. واحد من الديربيات القوية، ليس مستغرب كثير، ولكل متابع أردني سواء أردني أو غير أردني يتابع، تسمع بالوحدات، تسمع بالفيصلي. هنا أيضا المقابلة منذ انطلاقة الشوط الأول، والمباراة سريعة، مباراة فيها ندية، فيها إيقاع سريع، فيها رتم كبير، يعني في أمور كثيرة سوف يتحدث عليها جمال أبو عابد أو رأفت العلامي مع الزميل عبد الرحمن محمد. لديهم الكثير من الأمور الفنية والسرعة والإيقاع السريع. هذا هدف سعيد مرجان، سعيد مرجان صاحب 29 عاما، احترف وقضى عامين مع السفير الكظماوي مع نادي كاظم الكويتي، احترف ولعب عامين، عام 13-14 وعام أيضا موسم 15-16 هنا في أيضا هذه المقابلة. أساطير الفيصلي، ولعلك تتحدث عن أساطير الفيصلي، لجمال أبو عابد، للمرحوم خالد عوض، صبح سليمان، ميلاد عباسي، القائمة تطول في الزعيم الفيصلي. هنا المتابعة الآن، محاولة في الجهة اليمنى، لا زالت المحاولة قائمة قبيل منطقة 18 الآن، يا سلام، ولكن مقطوعة. الوحدات، الوحدات يتقدم بهدف، يسير على خطى الأجداد، يسير على خطى الأساطير، لأساطير الوحدات إبراهيم سعدية ورأفت علي ويوسف العموري، والقائمة تطول لأيضا أساطير ونجوم الفريقين. لسه بدري، لسه بدري، المباراة إلى الآن لم تذكر ولم تبوح بكل الأسرار، بكل التفاصيل، هنا في هذه المقابلة في استاد عمان الدولي، هنا في الجولة 16. هنا محاولة إلى الأمام في اللقاء الذي يحمل 84 ما بين الفريقين، ما بين الغريمين، ما بين الغريمان التقليديان والأزليان على مر العصور في أيضا المملكة الأردنية الهاشمية. محاولة وسط الميدان، الفيصلي هل يعود؟ هل ينهي؟ يعني يأتي في منتصف الشوط الأول، يأتي ضمن الفصل الأول، تسديدة، تريث، انتظار في الطرف الأيسر، محاولة باتجاه المرمى، ولكن له مبعدة من السنغالي. السنغالي اليوم فيكتور ديمبا لديه واجبات ولديه ضغط واضح
من الجهة اليسرى عن طريق اللاعب أحمد العرسان وسالم العجالين هنا في هذه المقابلة إلى ضربة ركنية، ضربة جانبية، ركلة ركنية، محاولة ولكن الإبعاد، الإبعاد تعود مجددا، محاولة وسط الميدان إلى الجهة اليسرى في الطرف الأيسر، عرضية إلى العمق الآن، متابعة، لا زالت المحاولة قائمة، هنا محاولة إلى نادي الفيصلي في الجهة اليمنى الآن ولكن إلى خارج أرضية الملعب. كل الأمور التي نتابعها خصوصا بعد خسارة الفيصلي العام الماضي في لقاء الذهاب في الجولة الثالثة، جاء التعادل الإيجابي ما بين الفريقين في الجولة الرابعة عشر الموسم الماضي، هدفين لكل من الفريقين، دومينيك مندي للفيصلي ولوكاس سيمون اللي أعطوا الكثير للفيصلي في الموسم الماضي، وهدفي الوحدات عن طريق اللاعب عبد الله ذيب وسعيد مرجان. سعيد مرجان ليس غريبا، ليس بالغريب على يعني تسجيل الأهداف في مباراة الديربي، في مباراة الكلاسيكو، هنا أيضا في هذه المقابلة. الجولة الماضية رأينا لقاء الصريح وأمام الحسين إربد ذات راس أمام البقعة، العقبة والخسارة أمام المتصدر الجزيرة بأربعة مقابل واحد. هنا الجماهير الحاضرة، هنا أيضا الاستاد الممتلئ على الآخر، ممتلئ امتلاء كبيرا في هذا الملعب وفي هذا الاستاد هنا في اللقاء. بالمناسبة الجزيرة يتصدر ترتيب بطولة دوري المناصير الأردني ب 33 نقطة في المركز الأول، يأتي الفيصل ب 32 نقطة بعدما لعب ب 15 مقابلة، فاز بتسع مواجهات، التعادل الذي جاء للفيصلي بخمس لقاءات، خسارة وحيدة للفيصلي. هل ستكون الخسارة الثانية على يد من؟ الفيصلي يخسر مع جميع الفرق ما عنده مشكلة، ولكن أن يخسر أمام الوحدات، أمام المارد الأخضر، هذه من كوارث الزمان، هذه من أصل المصائب التي يعني لا يحبذ رؤياها ولا يحبذ مشاهدتها عشاقي ومجانين الفيصلي، ولكن عشاقي ومحبي الوحدات اللي يمنون النفس لتحقيق الفوز، لأن الفوز سوف يشترك مع الفيصلي في المركز الثاني ب 32 نقطة. الوحدات الآن في المركز الرابع بعدما لعب 15 مقابلة، فاز بتسع مباريات، خسارتين للوحدات، أربع خسائر للوحدات، تعادلين للوحدات ب 29 نقطة، ولكن إذا بهذه المقابلة إذا ما حقق الفوز يرفع رصيده إلى النقطة الثانية والثلاثين مشتركا مع الفيصلي في المركز الثاني بعدد النقاط لكل منهما، ولكن الصدارة للجزيرة ب 33 نقطة. كرة اللعب الآن متابعة إلى الأمام، محاولة، لا زالت المحاولة قائمة، هنا انطلاقة سريعة، محاولة إلى الأمام لأيضا حمزة الدردور، حمزة الدردور الآن باتجاه المرمى، ولكن أيضا تتخلص في الجهة اليسرى. حمزة الدردور يعرف الإمكانيات، خاض تجارب احترافية مع نادي نجران السعودي، مع نادي الخليج السعودي، مع نادي الكويت الكويتي، لديه خبرة كبيرة يعني يكون، ولديه الركائز المهمة مع نادي الوحدات اللي يتقدم الآن بهدف مقابل لا شيء. فالك طيب يا قيس اليعقوبي، في أول كلاسيكو يحضر مع راتب العويضات كمدربين، هنا في هذه المقابلة، هنا التسديدة، ولكن بين أحضان الحارس معتز ياسين. إذن كل الأمور باتت واضحة، كل الأمور الآن يعني نراها ونتابعها ما بين الفريقين. اللقاء الذي جمع قبل هذا اللقاء، لقاء الحسين إربد مع العقبة في استاد الحسن، والتعادل الإيجابي بهدف لكل من الفريقين. غدا لقاءات كثيرة في اليوم الثاني من الجولة 16 من الأسبوع 16 اللي يجمع الفرق الممتازة في دوري المناصير الأردني للمحترفين. غدا الجزيرة أمام ذات راس في هذا الأستاد، أستاد عمان الدولي، وشباب الأردن أمام الصريح في أيضا أستاد الملك عبد الله الثاني. هنا المتابعة، محاولة، هنا لا زالت المحاولة قائمة،
ولكن هل يكون لهشام السيفي؟ هشام السيفي 32 عام التونسي اللي لاعب للعين الإماراتي ولاعب للاتحاد المنستيري التونسي، لعب مع نادي أحد السعودي. هنا المتابعة إلى الأمام، محاولة ولكن في أيضا يعني تبديل لتنفيذ الرمية التماس. هنا المتابعة الآن، هنا المحاولة والقيادة الموفقة للطاقم السعودي السيد شكري الحنفوش. نتمنى التوفيق للطاقم التحكيم السعودي في هذه المقابلة لكي نتابع واحدة من اللقاءات المهمة، واحد من لقاءات الكلاسيكو، واحد من لقاءات الديربي هنا في هذه المقابلة هنا في استاد عمان الدولي. ولعل يعني ما صرح به يعني المدرب والقائم على المدرب العام عامر ذيب المشرف والمدرب العام لنادي الوحدات اللي ذكر قبل هذه المقابلة بمباراة الديربي اللي لطالما تكون دائما ما تحظى بأهمية خاصة لدى الجماهير واللاعبين بغض النظر عن الفوارق النقطية والفوز فيها بحجم بطولة كونها الأكثر منافسة على الألقاب المحلية. والله نعم كلام يعني تختلف تماما يعني البطولة دور المناصير في كفة وهذا اللقاء في كفة أخرى في غير حسابات الدوري في غير الأمور التي ربما يعني تكون سواء على النقاط أو على الأهداف أو كل الأمور. هنا متابعة للفيصلي، هنا محاولة إلى أنس الجبرات، مهدي علامة، إحسان حداد، أحمد العرسان. إلى الآن الرباعي في وسط الميدان، هل يعود بهذا الفوز؟ هل يعود إلى أجواء التعادل بصحبة يوسف أبو جلبوش؟ جلبوش هشام السيفي مرت على المدافع براء مرعي اللاعب صاحب 24 عاما قلب الدفاع مع التونسي شاب فرج. براء مرعي خاض تجارب احترافية كثيرة ولديه خبرة ميدانية على مستوى خط الظهر وعلى مستوى قلب الدفاع لاحترافاته ولمبارياته وللتجارب الاحترافية التي ذهب بها براء مرعي مع نادي الطائي السعودي مع نادي شباب الأردن. يملك لخبرة ميدانية كبيرة في قيادة خط الدفاع في هذه المقابلة مع التونسي شهاب بن فرج. متابعة الآن، يبدو في إصابة، بالسلامة لكل لاعب الفريقين في هذه المقابلة. هنا الجماهير العاشقة جماهير والأمة الفيصلية لمواجهة المارد الأخضر ومجانين الوحدات، جنون الكرة والأمة الوحداوية والعاشقة، الجماهير العاشقة للفيصلي الزعيم ب33 بطولة على مستوى بطولة الدوري، 16 بطولة للوحدات، وآخر مرة حققها الوحدات في الموسم الماضي موسم 2017-2018. 16 بطولة للوحدات، 33 بطولة للفيصلي، 8 بطولات للأهلي، 3 بطولات للجزيرة، بطولتين لشباب الأردن والرمثا، بطولة لنادي عمان ولنادي الأردن في يعني تصنيف بطولة الدوري. ولكن الزعيم الأكثر حصولا على بطولة الدوري دوري المناصير الأردني هو الفيصلي ب33 بطولة. ياهي جماهير حاضرة، ياهي العشاق، وياهي أيضا الجماهير والأنصار. وهنا هدف وبالعرض البطيء لسعيد مرجان، واحد من أخطر اللاعبين اللي لطالما يسجل في لقاء الوحدات مع الفيصلي. شهدنا في العام الماضي أيضا سجل في لقاء الإياب في الجولة 14، ولكن أيضا هل الأمور يعني إلى الآن هل الأمور بقيت على هذه الوضعية؟ ما أظن ذلك لأن في جعبة اللاعبين الكثير والكثير في مثل مباراة الديربي التي لا تخضع لحسابات بطولة الدوري. بطولة الدوري في
في عالم، وهذه المقابلة وهذا الكلاسيكو في عالم آخر. ولكن الجزيرة، الجزيرة والفيصلي، الجزيرة المتصدر والفيصلي الوصيف اللي يملكان لأقوى خط هجوم. الجزيرة بأيضا 28 هدفا، ونادي الفيصلي اللي يملك لأقوى خط دفاع بعدما أتى مرماه مع الجزيرة ب 11 هدف في هذه المقابلة. ولكن أقوى خط دفاع هو الآن وأقوى خط هجوم هو نادي الجزيرة اللي يعتلي الصدارة بهدف الوحدات. لم يكن الفيصلي أقوى خط دفاع، سجل 12 هدف بهذا الهدف هنا وبالعرض البطيء لأيضا الاشتراك ما بين براء مرعي وأيضا لاعب نادي الوحدات هنا في هذه المقابلة والاشتراك. محمد الدميري قائد الكتيبة الوحداوية الوحدات، لعب في عام 2014 مع نادي اتحاد جدة السعودي، وبالمناسبة لعب في مع نادي الشمال القطري في موسم 2014-2015. نادي الوحدات يعاني من إصابة محمد الدميري. بالسلامة لمحمد الدميري قائد وكابتن نادي الوحدات الذي يعاني من إصابة. بالسلامة لمحمد، 31 عام. هنا في أيضا أيضا التبديل الاضطراري يغادر أرضية الميدان، يغادر أرضية الميدان وأيضا الشاب الفرج يغادر أرضية الميدان. اللاعب التونسي المدافع، ويأتي زياد بن عطية، زياد بني عطية، زياد بني عطية يأتي بديلا للتونسي المدافع الشاب بن فرج، الشاب بن فرج الذي يعاني من إصابة ويغادر أرضية الميدان. ويأتي اللاعب، اللاعب هنا في هذه المقابلة رواد أبو خيزران، رواد أبو خيزران يأتي بديلا، رواد يأتي بديلا للشاب بن فرج. هنا المتابعة، إذن التبديل الأول مشاهدينا الكرام على التبديل الاضطراري هنا في هذه المقابلة في هذا اللقاء. يغادر أرضية الميدان المدافع شاب بن فرج. بالسلامة للشاب، ويأتي اللاعب البديل رواد، رواد أبو خيزران، أبو خيزران في هذه المقابلة اللي يضع نادي الوحدات في وضعية أجمل مما يعني رأينا في القادم من الدقائق، والحفاظ على هذه النتيجة وعلى هذا الفوز. هنا أيضا يمني النفس عشاقي ومحبي وجماهير نادي الوحدات في هذه المقابلة. ولكن هل يكون للزعيم الفيصلي كلام آخر في العودة لأيضا التعادل؟ نادي الفيصلي هنا في هذه المقابلة اللي يأتي بهاء عبد الرحمن وهشام السيفي، لاعب التونسي بأربع أهداف في قائمة أهداف هذه البطولة، وسعيد مرجان الذي يرفع رصيده إلى الهدف الخامس مشتركا مع حمزة الدردور بعدد الأهداف، وبهاء فيصل في ثاني الهدافين بتسع أهداف. ولكن الصدارة، صدارة هداف هذه البطولة لمهاجم، مهاجم نادي الشباب الأردن كابالينجو وبعشر أهداف. كرة اللعب الآن، محاولة، أزالت المحاولة ولكن في خطأ لصالح الوحدات، خطأ لصالح الوحدات لحمزة الدردور، يملك من الخبرة الميدانية الكبيرة هنا في هذه المقابلة، هنا في هذه المقابلة. المتابعة، ولا يزال نادي الوحدات يتقدم بهدف مقابل لا شيء بأقدام سعيد مرجان.
ليضع نادي الوحدات في المركز الثاني بعدد النقاط مع الفيصلي بفارق نقطة واحدة عن الجزيرة المتصدر. ولكن الجزيرة لديه لقاء غدا، هنا محاولة إلى الأمام، لا زالت المحاولة قائمة، مقطوعة عكسية، انطلاقة سريعة للفيصلي، محاولة اثنين مقابل ثلاثة، ثلاثة الآن، متابعة، محاولة باتجاه المرمى، باتجاه المرمى، كرة مرت بشكل كبير، لاحظ الإعادة، وسط مطالبة لخطأ لاعب نادي الفيصلي للاعب الواضح مهدي علامة. بدأت التغييرات الكثيرة، يأتي الآن يغادر أرضية الميدان، يغادر أرضية الميدان اللاعب إحسان حداد، ويأتي اللاعب ودخول اللاعب رقم 90 محمد بن عطية. نتابع اللقاء مشاهدينا الكرام. بني عطية، خليل بني عطية، نتابع هذه المقابلة. بدأت التغييرات الاضطرارية، حسين حداد يغادر المستطيل الأخضر للفيصلي، والتغيير الاضطراري لأيمن الفريقين، هنا التسديدة ولا زالت المحاولة قائمة لنادي الفيصلي، يتابع إلى هشام السيفي، متابع إلى الوحدات، انطلاقة سريعة، محاولة إلى وسط الميدان، ومحاولة باتجاه الطرف الأيسر، إذا عد فيها خطورة، الاستبسال من عدي الزهران، عدي الزهران لاعب الذي ينقذ مرمى الفيصلي وسط غضب واضح من المدرب راتب العويضات، واحد من المدربين اللي يعرف كل الخفايا، احد نجوم الكرة الأردنية والذي مثل الفيصلي كلاعب في اكثر من 10 أعوام ومع المنتخب النشامى في اخر كأس آسيا التي شاهدناها في عام 2004 في الصين مع راتب العويضات. بعد تلك البطولة ذهب واتجه الى التدريب ليعمل مساعدا في اكثر جهاز، في اكثر من جهاز للنادي الفيصلي. اشرف على تدريب الفيصلي في اياب موسم 2011-2012 وقاد الفيصلي بالفوز للبطوله في بطوله الدوري والكاس، كاس الاردن. بدأ الجماهير الفيصلي برمي يعني في هذه المقابله، نتمنى ان لا نشاهد هذه الاحداث، واللي لطالما يتسم هذا اللقاء بهذه الاحداث الجماهيرية الكبيرة هنا أيضا إلى خارج أرضية الملعب. نسير مشاهدينا الكرام على مشارف الدقيقة 38، أي بقى قبل انتهاء الشوط الأول ب7 دقائق. تفصلنا عن المشهد الأول، هنا المتابعة، هنا المحاولة، انطلاقة سريعة لنادي الوحدات. رجاء عايد إلى حمزة الدردور، حمزة يحاول ولكن الحكم السعودي شكري الحنفوش القريب لكل الأحداث، الطاقم السعودي اللي لطالما يعني بطلب من الاتحاد الأردني من الطاقم السعودي في هذه المقابلة يعني الابتعاد عن كل الشبهات، عن كل الأمور اللي جاء بطلب من الناديين الغريمين الأزلين أو الأزليان هنا في هذه المقابلة. هذه المقابلة لعلك تجد المتابعة، هل يقف نادي الفيصلي؟ هل يقف يعني وقوف المتفرج ويترك الوحدات يسجل في خارج الديار ويعطي أفضلية له في مباراة الأوي بعدما التقى الفريقان في لقاء الذهاب في الجولة الخامسة بالتعادل السلبي ما بين الفريقين؟ ولكن الفيصلي من الصعب أن يقف مكتوف الأيدي. الزعيم الفيصلي هنا المتابعة الآن، ياهي فرصة، ياهو هدف، ياهو هدف، وبالعرض البطيء
كاد أن يكون هذا بالتعادل لولا ما انصدمت في القائم الأيسر لمرمى الحارس ثامر صالح. ثامر صالح الآن الضربة الجانبية، ضربة ركنية جانبية للثانية على التوالي. بدأ الزعيم بدل الفيصلي من مهدي علامة، هل يسجل العلامة الكاملة في هذه المقابلة؟ نجم الجزيرة في عام 2013 لعب للفيصلي منذ عام 2014 مهدي علامة، ولكن أيضا المباراة من فيكتور ديمبا اللاعب السنغالي في هذه المقابلة هنا في هذه المواجهة. هل يكون لعشاقي ومحبي الزعيم الفيصلي اللي يلعب على أرضه وبين جمهوره هنا في هذه المتابعة وسط الميدان الآن، متابعة في الجهة اليسرى، محاولة إلى لأيضا سالم العجالين، إلى أحمد العرسان، إلى مهدي علامة، مهدي علامة إلى هشام السيفي العائد إلى منطقة الوسط. متابعة الآن، بدأت المثلثات، بدأت التمريرات، بدأت المربعات الناقصة، بدأت المثلثات التي لم تكتمل عند دفاع الوحدات. هنا المتابعة، هنا المحاولة، مهدي علامة هنا يأتي، هل يأتي بفارق العلامة الكاملة باتجاه المرمى؟ باتجاه المرمى ولكن ذهبت جانبيا للقائم لحارس المرمى تامر صالح. بدأت الأمور الآن إلى ضربة وسط الاحتجاجات الواضحة من قبل إدارة نادي والجهاز الفني والإداري للفيصلي. لاحظ الكرة هل اصطدمت به أيضا المدافع إلى خارج أرضية الملعب. هنا بزاوية لم تكتمل هذه الرؤية بهذه المقابلة. محاولة عالية للأمام، متابعة إلى وسط الميدان، وسط المستطيل الأخضر، انطلاقة في الجهة اليمنى في الطرف الأيمن للوحدات، محاولة ولكن تطول على لاعب نجم الوحدات اللاعب الواضح أنس عويضات. يلعب مع العم، عم المدرب يلعب ضد العم، ضد مدرب نادي الفيصلي راتب العويضات وأنس العويضات، يلعب يعني ضد راتب العويضات. كرة اللعب الآن، متابعة إلى الآن، محاولة إلى بهاء ولكن بهاء محاصر بهاء فيصل اللي يحظى باحترافية وبحس تهديفي كبير، ولكن يقع تحت رقابة والعناية المشددة والمركزة من بهاء مرعي هنا في هذه المقابلة. لاحظ الجماهير، جماهير الفيصلي الغاضبة هنا في هذه المقابلة على أرضه وبين جمهوره. وأن تخسر على أرضك وبين جمهورك وأمام من؟ أمام الغريم، أمام العدو اللدود الوحدات. المنافسة أمام الغريم التقليدي والأزلي الوحدات اللي يتقدم بأقدام سعيد مرجان اللي رسم السعادة، رسم الابتسامة على محيا وعلى شفاه جماهير ومجانين الوحدات، جماهير وعشاق الأمة الوحداوية، على عشاق ومحبي المارد الأخضر اللي يتقدم إلى الآن. جماهير تمشي من نادي الوحدات إلى المخيم وتجد الأغاني والأهازيج والأناشيد والشيلات الأردنية، الشيلات المميزة لنادي الوحدات اللي لطالما تطرب كل من يسمعها في الأردن وفي خارج الأردن وفي الخليج وفي كل البلاد العربية. انطلاقة سريعة، محاولة ولكن أيضا تتخلص إلى خارج أرضية ولكن لم تخرج، لا زالت المحاولة قائمة لنادي الوحدات في الطرف الأيمن في الجهة اليمنى في محاولة ولكن إلى خارج أرضية الملعب إلى لصالح الوحدات، لصالح الفيصلي. الفيصلي يحاول، لاحظ الأمور الفنية والتكتيك الفني الواضح اللي يفرض المدرب التونسي قيس اليعقوبي
درب وتعاقد مع الوحدات في شهر يناير الماضي، درب العربي فريق الأحلام العربي القطري في موسم واحد في عام 2017، ودرب نادي الوكرة. هنا المتابعة، لا زالت المحاولة قائمة الجهة اليسرى، قيس اليعقوبي في الكلاسيكو الأول له مع راتب العويضات، والمباراة الديربي الأولى لهذين المدربين هنا في هذه المقابلة وسط الميدان. نسير على مشارف الدقيقة 45، 4 دقائق الآن إلى بهاء، بهاء فيصل الآن، بهاء فيصل إلى خارج أرضية الملعب إلى ضربة جانبية، ركلة ركنية، ركلة جانبية للوحدات في الدقيقة الأولى من الوقت البدني الضايع المحتسب ل4 دقائق احتسبت من الحكم السعودي شكري الحلفوش اللي يقود المقابلة وهذه المباراة قيادة إلى بر الأمان، قيادة بالقرارات، قيادة أيضا القرارات المميزة. لاحظ الجماهير، لاحظ الجماهير بأحداث مأساوية هنا، أيضا رمي أيضا القناني، قناني المياه، رمي العلب المياه على لاعب نادي الوحدات من الجماهير الفيصلية الغاضبة هنا في استاد عمار الدولي. واحد من اللقاءات المهمة، واحد من اللقاءات المثيرة في مباراة الكلاسيكو، كلاسيكو الأردن في دور المناصير الأردني للمحترفين. بدأت البطاقات الصفراء لمحمد ردميري قائد وكابتن ومدافع الوحدات، والحوار الغاضب مع المهاجم التونسي هشام السيفي. محمد ردميري على التنفيذ، لاحظ الجماهير الفيصلية الغاضبة، نتمنى أن لا نرى هذه الأحداث. الكلاسيكو الديربي الغضب الآن، ولكن أيضا مباراة الغضب، لقاء الغضب للكلاسيكو الديربي هنا في هذه المقابلة في خطأ لصالح لاعب نادي الفيصلي. كان الله في عون الحكم السعودي شكري الحنفوش وسط الأحداث النارية والغضب الواضح والندية والسرعة العالية، إيقاع سريع لم يهدأ إطلاقا منذ انطلاقة الشوط الأول. هنا المتابعة إلى الأمام، محاولة، لازالت المحاولة إلى بني عطية البديل الذي قدم بديل لإحسان حداد. جاء بني عطية ورواد أبو خيزران الآن تسديدة، لازالت المحاولة لنادي الفيصلي، لازالت المحاولة في الجهة اليسرى، انطلاقة سريعة، هنا محاولة للوحدات، هل يعمق من جراح الفيصلي؟ هنا المتابعة، سعيد مرجان يفعل كل شيء في هذه المقابلة، يسير بخطى ثابتة، يركز ويعمل يعني خطر واضح، يعني خطورة كبيرة وسط حضور بدني عالي وكبير لسعيد مرجان. هنا المتابعة، لاحظ التباعد في الخطوط، في خطوط ومدافع نادي الفيصلي. كرة اللعب في الجهة اليسرى إلى أنس عويضات، أنس ينطلق عويضات، محاولة باتجاه المرمى إلى بهاء فيصل، إلى سعيد مرجان، ولكن تتخلص، تبقى إلى عبيدة السمارنا ينال البطاقة الصفراء. بدأت البطاقات الصفراء الكثيرة تظهر في هذه المقابلة، تظهر ضمن أحداث المشهد الأول وسط قيادة للحكم السعودي شكري الحلفوش. انطلاق الآن، متابعة، محاولة عالية للأمام،
وسط الميدان باتجاه المرمى، لا زالت المحاولة قائمة للفيصلي. هل ينهي أحداث الشوط الأول بعد انتهاء الدقيقة الرابعة التي احتسبت لأربع دقائق الوقت البدل الضايع من الحكم السعودي شكري الحنفوش هنا باتجاه المرمى، ولكن الإبعاد من دفاع الوحدات هنا في هذه المقابلة وسط الميدان، انطلاقة سريعة لأيضا مهدي علامة ولكن مقطوعة من مهدي. هنا الحكم السعودي شكري الحنفوش ينهي أحداث شوط المباراة الأول بتقدم المارد الأخضر على الزعيم الفيصلي بهدف بأقدام سعيد مرجان. ألقاكم في بداية الشوط الثاني، أترك الآن الكلمة لزميلي عبد الرحمن محمد وللكباتن الكبار جمال أبو عابد رافت العلامي. عبد الرحمن إليك الكلمة. شكرا للزميل عبد الرحمن محمد وللكباتن الكابتن جمال أبو عابد والكابتن رأفت العلامي. سيداتي أنساتي سادتي مشاهدينا الكرام متابعينا الأفاضل أينما كنتم، انطلق الشوط الثاني للقاء الكلاسيكو الأردني ما بين الوحدات والفيصلي في مواجهة من المواجهات المهمة. انتهى الشوط الأول، انتهى المشهد الأول بتقدم نادي الوحدات بأقدام سعيد مرجان. في الشوط الأول الفيصلي باللباس الأزرق على يمين السادة المشاهدين، نادي الوحدات باللباس الأخضر على يسار الشاشة. في شوط المباراة الثاني بعدما رأينا مباراة سريعة وملتهبة وجميلة ونارية في شوط المباراة الأول، ولكن هل يبقى الحال على ما هو عليه؟ هل يبقى الوضع على ما هو عليه؟ هذا ما سوف نتابعه في شوط المباراة الثاني. هنا خطأ لصالح الفيصلي، هنا المتابعة لكل من يتابعنا لكل من يشاهدنا. هذه إعادة لتشكيلة الفريقين، الفيصلي في حراسة المرمى معتز ياسين، براء مرعي ورواد أبو خيزران في الدفاع، عدي زهران، سالم العجالين في وسط الميدان، مهدي علامة وأنس الجبرات، أحمد العرسان وهشام السيفي ويوسف أبو جلبوش. هذه التشكيلة التي اعتمدت من المدرب. هنا المطالبة، هنا المطالبة بضربة جزاء للاعب الواضح رواد أو زياد بني عطية. هنا المتابعة لسالم العجالين، هنا المتابعة محاولة إلى الأمام ولكن إلى الكرة إلى خارج أرضية الملعب. نادي الوحدات الذي يأتي في الشوط الثاني، تامر صالح في حراسة المرمى، محمد الدميري، سليم عبيد، محمد الباشا، السنغالي فيكتور تيمبا، عبيد السمارنة، رجائي عايد وأنس عويضات، حمزة الدردور، وفي المقدمة بهاء فيصل وصاحب الهدف الوحيد حتى هذه اللحظات لسعيد مرجان. هنا المتابعة إلى الأمام، محاولة إلى الفيصلي، هل يقلص الفارق ويعود إلى أجواء التعادل؟ هذا ما سوف نتابع. كرة اللعب الآن وسط الميدان، محاولة انطلاقة سريعة، بدأت الهجمات العكسية الواضحة الآن لنادي الوحدات. هنا المتابعة ولكن بهدوء إلى حارس المرمى معتز ياسين. إذن كل الأمور واردة، كل الأمور كما تحدث الزملاء عن إمكانية المباغتة وإمكانية عودة نادي الفيصلي للمدرب راتب العوضات الحاضر في هذه المقابلة متأخر أمام التونسي قيس اليعقوبي. هنا في وسط الميدان انطلاقة سريعة، محاولة إلى الأمام إلى الجهة اليسرى، لا زالت المحاولة قائمة قبيل منطقة 18 الآن في الجهة اليسرى في الطرف الأيسر، عرضية إلى الأمام ولكن إلى حارس إلى خارج أرضية الملعب إلى ضربة مرمى للحارس معتز ياسين. شهدنا اللقاء الشوط الأول سيطرة نسبية محدودة جزئية 50-50 لأي من الفريقين الغريمين الأزلين والغريمين التقليديين. هنا في هذه المقابلة الوحدات والفيصلي، الفيصلي يخسر من جميع الفرق، ما عنده أي مشكلة، ما في أي مشكلة،
ولكن أن تخسر أمام اللدود، الفريق العدو اللدود والغريم الأزلي والتقليدي. هنا المتابعة، انطلاقة سريعة، وأن تخسر على أرضك وبين جمهورك وأمام الوحدات، هذه من الكوارث، هذه من الكبائر اللي تعد لعشاقي ومحبي وجماهيري النادي الزعيم الفيصلي. 33 بطولة في على مستوى بطولة الدوري، 16 بطولة للوحدات. كما نتابع العاشقين والمحبين والمتابعين لنادي الفيصلي، بالمناسبة عزينا الحارة والصادقة لرئيس رابطة جماهير الفيصلي مازن البني لوفاة والده اليوم، عظم الله أجره وأحسن الله عزاءهم والبقاء لله. نبقى في أجواء المباراة مشاهدينا الكرام، متابعينا الأفاضل، هنا في هذه المقابلة، المقابلة التي هل يعود الفيصلي إلى أجواء التعادل وهذا اللي حدث في لقاء الذهاب على ملعب نادي الوحدات في الجولة الخامسة، ولكن هذه الأمور التي لا تقبل لتقييم، لا تقبل لأيضا توقعات خارج الدوري، خارج كل التوقعات، خارج كل التكهنات، لأن الدوري المناصير، دوري المناصير الأردني المحترفين في عالم آخر غير هذا، غير هذا العالم، عالم دوري الكلاسيكو وبطولة الكلاسيكو هي من الأمور اللي لا تخضع لحسابات. هنا المتابعة إلى الأمام، محاولة باتجاه المرمى، هنا المتابعة، لا لازالت المحاولة قائمة، مقطوعة، لازالت الخطورة قائمة وموجودة، التدخل حاضر لنادي الفيصلي، الكرة منقولة إلى الجهة اليسرى، محاولة ولكن تتخلص وتبعد من السنغالي فيكتور ديمبا. 29 عام السنغالي فيكتور ديمبا، الموسم الأول مع نادي الوحدات، لعب لعشر أعوام منذ عام 2009 مع نادي ساندفورد النرويجي، يملك الخبرة الميدانية هذا الأسمراني السنغالي فيكتور ديمبا. هنا في هذه المقابلة غدا لقاء المتصدر الجزيرة، الجزيرة المتصدر ب 33 نقطة، وإذا ما حقق الوحدات الفوز في هذه المقابلة وفي هذه المواجهة فإن أيضا المركز الثاني لنادي الوحدات مشترك مع الفيصلي بعدد النقاط 32 نقطة لأي من الفريقين. الجزيرة غدا بحول الله تعالى أمام نادي ذات راس في هذا الملعب وفي هذا الاستاد، استاد عمان الدولي، ولقاء شباب الأردن أمام نادي الصريح على استاد الملك عبد الله الثاني، ويوم السبت القادم لقاء البقعة أمام الرمثة في هذا الملعب، والأهلي أمام السلط في استاد الملك عبد الله الثاني. هذه كل الأمور، وهذه يعني اليوم الثاني غدا من الجولة 16، ولكن لقاء يعني إذا ما انتهت هذه المقابلة على مستوى بطولة الدوري في آخر سبع لقاءات فإن الفوز الثاني للوحدات مشتركا بعدد مرات الفوز مع نادي الفيصلي، أربع تعادلات في آخر سبع لقاءات، ولكن في آخر 76 مقابلة، هذا اللقاء 77 في مختلف البطولات، فإن الفوز للوحدات 30، الفوز 30 في مشواره مقابل يعني مقابل 27 فوز للفيصلي. هنا محاولة إلى الأمام، الترقب وبلا عنوان، بلا عنوان، بلا تركيز، شيء أداء يعني ممتاز لنادي الوحدات في الشوط الأول. كيف ستكون هذه المباراة؟ كيف سيكون هذا اللقاء وهذه المواجهة؟ هنا المتابعة، كرة اللعب الآن، العودة إلى الخلف إلى براء مرعي ومع رواد أبو خيزران الذي أتى بديلا للتونسي الذي عانى من إصابة، شاب بالفرج، نجم نادي النجم الساحل التونسي سابقا يعاني من إصابة وكثرة البطاقة وكثرة الإصابات في هذه المقابلة وكثرة البطاقات الصفراء في الشوط الأول. التغيير، التغييران لنادي الفيصلي في الشوط الأول، هل نشأت تغييرات كثيرة وسط الميدان؟ العودة إلى الوراء لا يخدم نادي الفيصلي،
إذا ما أراد معادلة النتيجة. كرة اللعب الآن وسط الميدان، محاولة قبيل منطقة 18، لا زالت المحاولة قائمة. هنا المحاولة، هنا براء مرعي ويكسب خطأ، اللي لطالما يتسم بالصلابة الدفاعية. لديه إمكانيات عالية براء مرعي، تجد الاختراق من العمق، وهذه سمة مهاجم نادي الوحدات اللي لطالما يعني يعتمد من الاختراق من العمق، بعكس نادي الفيصلي اللي يركز على الأطراف وعلى الأجناب، اللي لطالما تنتظر المساردة دوما وأبدا. ليس من السهل بما كان أن يبقى الفيصلي بهذه النتيجة بهذه الوضعية. المخالفة الآن وسط يعني تسديدات وتصويبات، وسط التصدي الدفاعي الممتاز لنادي الوحدات. صعوبة حقيقة، صعوبة في لقاء الكلاسيكو في مباراة الديربي كلاسيكو الأردن هنا في استاد عمان الدولي. صعوبة بين الأقدام، صعوبة حتى في المواجهات التي تجمع الفريقين الغريمان الأزليان. هنا المتابعة، الأجواء الجنونية على استاد عمان الدولي. حكم الذي يعطي في معظم الفترات، شهدنا الحكم السعودي اللي يعطي مبدأ إتاحة الفرصة. انطلاقة سريعة، محاولة مبعدة من دفاع نادي الوحدات لسليم عبيد، محمد الدميري وسليم عبيد ومحمد الباشا والسنغالي فيكتور ديمبا. انطلاقة سريعة، محاولة ولكن تبقى إلى حارس المرمى معتز ياسين، وفي صافرة ورايه وتسلل على مهاجم نادي الوحدات الواضح بهاء فيصل اللي خاض تجربة احترافية مع العميد الكويتي الكويتي. هنا المتابعة إلى الأمام، محاولة لازالت المحاولة قائمة. هنا المتابعة، هنا المحاولة إلى جلبوش، هل يجلب أيضا التعادل يوسف أبو جلبوش؟ إلى أنس الجبرات، هشام السيفي اللاعب التونسي مع أحمد العرسان وزياد بني عطية. انطلق الآن إلى مهدي علامة نجم الجزيرة السابق، لاعب الفيصلي منذ 5 أعوام. مهدي علامة، هل يعطي العلامة الكاملة في عودة بأجواء التعادل؟ هنا محاولة ولكن الرقابة إلى فيكتور ديمبا السنغالي. شوف الروعة في أداء نادي الوحدات. انطلاقات سريعة إلى سعيد، سعيد مرجان أو لهذا حمزة الدردور. حمزة يحاول، معه بهاء فيصل وسعيد مرجان. ما الذي يعانيه الفيصلي بعد ابتعاد بهاء عبد الرحمن، واحد من الركائز المهمة التي كانت في الفيصلي؟ هنا المتابعة إلى الأمام، محاولة في الطرف الأيمن زياد بني عطية. آه يا زياد، آه يا زياد، زياد بني عطية يتقدم في الطرف الأيمن، وهذا اللي رأيناه في المستوى الأكثر من رائع لمنتخب النشامة في كأس آسيا الأخيرة التي أقيمت في شهر يناير الماضي في الإمارات. ذهبت تلك البطولة من ذهب لأسياد آسيا. محمد بني عطية، محاولة إلى الأمام والمبعدة، الكرة التي نتابعها، المتابعة والتسديد التي رأيناها قبل قليل. محمد بني عطية حضور بدني عالي كبير وسط الأجواء الجنونية على ملعب المقابلة وعلى أستاد عمان الدولي. الحكم إلى الآن يدير المقابلة إدارة ممتازة. شهدنا وتابعنا بعض التسديدات التي لم تعطي الأمان والإطمئنان لحارس المرمى معتز ياسين وتامر صالح حارس الوحدات. لم يذق ويعرف طعم الفوز إلى الآن معتز ياسين، ولكن بهذه الطريقة اللي ينتهجها المدرب راتب العوضات اللي إلى الآن يتابع وأشرف على تدريب الفيصلي في إياب موسم 2011-2012.
وقاد الزعيم للفوز بالبطولة الدوري وبطولة كأس الأردن. مثل كمدرب أندية الفيصلي ونادي الشيخ حسين ونادي ذات راس، ودرب نادي الفيحاء السعودي في موسم 2013، ودرب نادي البقعة الأردني في عام 2018. لديه خبرة ميدانية، ولكن التفوق للتونسي قيس اليعقوبي هنا في هذه المقابلة اللي درب نادي الإفريق التونسي قيس، ودرب نادي القوافل الرياضية يعني تونس. المتابع محمد بني عطية يعاني من إصابة في هذه المقابلة. الوقت يمر والقادم صعب، وصعب جدا ومرير وأليم على نادي الفيصلي على أرضه. هنا محاولة إلى الأمام ولكن الإبعاد، تتخلص مجددا وسط الميدان. لازالت المحاولة تعود إلى لأيضا محمد بني عطية، العودة إلى معتز ياسين حارس المرمى لنادي الفيصلي. محاولة عالية للأمام، بدأ الأزرق الفيصلي الزعيم. هل يعود إلى أجواء التعادل؟ هل في لحظة من اللحظات يعود إلى أجواء التعادل ويشعل المقابلة مرة ثانية ويبدأ اللقاء من جديد في هذه المقابلة؟ التحركات عبر الأطراف التي بدأها نادي الوحدات والاعتماد على المرتدات، هذا سلاح فتاك، سلاح ذو حدين للوحدات المارد الأخضر إذا ما أراد الحفاظ على هذه النتيجة، لأن هذا الفوز سوف يرفع رصيده إلى النقطة 32 مشتركة مع الفيصلي في المركز الثاني وبفارق نقطة واحدة عن الجزيرة. ولكن الجزيرة غدا اللقاء أمام ذات راس، مع نادي ذات راس غدا بحول الله تعالى. التدخل الناجح والناجع إلى أي حد سوف يصمد دفاع نادي الوحدات وسط الميدان في المستطيل الأخضر. الآن مرت بسلوء بسلام وبأيضا يعني بالسلامة، كما رأينا إصابة شاب فرج في الشوط الأول. الكرة الآن انتشار سليم وفي غاية الروعة للمدرب التونسي قيس اليعقوبي. متابعة إلى الأمام، محاولة ولكن بلا عنوان. هذه التمريرة التي تحتاج إلى تركيز عالي. هنا بدأت التحضيرات لتبديل الثالث الأخير لنادي الفيصلي بعد استنفاذ تغييرين. هنا المتابعة إلى الأمام، محمد بني عطية، بني عطية هل يعطي؟ متابعة هشام السيفي إلى أبو جلبوش. ياهي عرضية، ياهي عرضية ذهبت أمام أحمد العرسان صاحب الثالثة والعشرين عاما، لم يتوقعها أحمد العرسان لاعب لنادي منشية بني حسن في عام 2017 ولاعب لنادي السرحان ونادي العقبة. ذهب وقدم إلى الفيصل في يوليو لعام 2018، 23 عام أحمد العرسان. إلى الآن الكرة لم تأتي بالشكل الصحيح، كما نتابع على هزيج الجماهير العاشقة لنادي الوحدات اللي نتابع وإياكم الفوز والأغاني والأهازيج من الجماهير الأمة، أمة الوحدات، أمة المارد الأخضر. هنا في هذه المقابلة كل لاعبي الفريقين متمركزين في الوسط. المقابلة التي بدأت في الشوط الأول بطابع الإثارة والندية، هل نشاهد الآن متابعة باتجاه المرمى ولكن مبعدة من محمد الدميري. محمد الدميري كان واحد من الركائز المهمة، لم تكن موجودة في منتخب النشامة في كأس آسيا الماضية. مهدي بن علامة يغادر رضية ميدان ويأتي خليل بني عطية. خليل بني عطية، مهدي علامة يغادر أرضية الميدان،
التغيير الثالث للفيصلي. هنا المتابعة الآن، محاولة لا زالت المحاولة قائمة هنا على التنفيذ، الآن تسديدة هنا هوب 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 هوب. تسديدة قوية للبديل خليل بني عطية في أول لمسة، كاد أن يعطي بن عطية، خليل بني عطية كاد أن يعطي هدف التعادل للفيصلي، ولكن ذهبت جانبية لمرمى الحارس سامر صالح. بدأت الجماهير الفيصلية جماهير الزعيم للعودة لهذه الفرصة التي أتت قبل قليل لخليل بني عطية. ثبات كبير في أرضية الميدان لنادي الوحدات. هل يتم اقتحام منطقة الجزاء على نار هادئة وعدم التفريط بالفوز للوحدات؟ انطلاقة سريعة متابعة باتجاه المرمى، ذهبت من هشام السيفي كاد أن يصطاد هدف التعادل. بدأ الرتم يعلو، بدأت الخطورة قائمة الآن لنادي الفيصلي. الضربة الجانبية هنا المتابعة، محاولة ولكن إلى ضربة ركنية. الضربة والركلة الجانبية لنادي الفيصلي اللي يضغط الآن في هذه اللحظات. هل يستطيع من تعويضي ويعود إلى أجواء التعادل؟ اقتحام منطقة الجزاء. هنا الجماهير الفيصلي بدأت بالانتعاش على استاد عمان الدولي على التنفيذ الآن، ولكن دون عنوان. عرضية إلى خارج أرضية الملعب، الرمية التماسي لصالح نادي الفيصلي الأفضل في الشوط الثاني. وسط البساطة والسهولة في التمرير والاستلام والتسليم لمهدي علامة الذي خاطر أرضية الميدان واللي خلق نموذج حي ورائع في خلق المساحات وتضييق المسافات للاعب نادي الوحدات. أيضا رجاء عايد مع عبيدة السمارنة، انطلاقة سريعة عكسية، محاولة للوحدات، هل يضيف الهدف الثاني؟ ولكن إلى الآن التركيز عالي. انطلاقة جديدة عرضية كادت أن تكون باتجاه المرمى، ولكن براء مرعي لاحظ الأخطاء، هل يستغلها لاعبي نادي الوحدات وزيادة عدد الأهداف في هذه المقابلة؟ انطلاقة سريعة، خليل بني عطية، محاولة إلى أحمد العرسان وسط الميدان، إلى محمد بني عطية، إلى أنس الجبرات، رواد أبو خيزران، عدي الزهران، محاولة إلى الأمام وسط الميدان إلى هشام السيفي اللاعب التونسي، لم نسمع به كثير. انطلاقة سريعة، محاولة في الجهة اليسرى، هنا المتابعة إلى الأمام، محاولة ولكن خليل بني عطية إلى السفرش، لسه قادم جديد البديل الثالث لنادي الفيصلي. انطلاقة جديدة، ختام المحاضرة والفصل الأول بتقدم نادي الوحدات. وتابعنا يعني شخصية قوية لنادي الوحدات في هذه المقابلة كون يلعب في خارج الديار. هل يكون التوقيت المميز من عودة الفيصلي إلى أجواء التعادل؟ لأن ما يميز أي فريق وأي هدف هو التوقيت. اندفاع بدني عالي كبير وسط زحمة بشرية لنادي الفيصلي. في المقدمة متابعة، لا زالت المحاولة قائمة، هنا ترقب الآن لأحمد العرسان، انطلاقة تسديدة ولكن تصطدم بالدفاع. تحركات الحكم السعودي حقيقة شكري الحنفوش إلى الآن والشخصية المحببة في سير اللقاء. وهنا يا سلام، انطلاقة سريعة للوحدات ولكن المبعدة من براء مرعي. لدي مهمة كبيرة، حضور بدني كبير لبراء مرعي،
شهدنا الأدوار والإحساس بالمسؤولية والقيم المضافة مشاهدينا الكرام في هذه المقابلة وفي هذا الكلاسيكو، في أدوار المدافعين، في تحجيم أدوار بهاء فيصل وسعيد مرجان، وأيضا لهشام السيفي ويوسف أبو جلبوش. هنا المتابعة إلى الأمام، محاولة وبلا عنوان، تبقى لصالح الفيصلي. مهارة وقيمة عظيمة إلى الآن ومجهود واضح خرافي يبذلها لاعبي الفريقين. يبقى التركيز في الثلث الأخير والعودة من جديد. هل يكون إما أن يكون الهدف الثاني للوحدات أو أن يشكل خطورة بفاعلية وبتحركات جماعية نادي الفيصلي؟ هذا ما سوف نتابع. كرة اللعب إلى الآن الخطوط أفضل، الخطوط واتزان ما بين الخطوط والمناطق للفيصلي في الشوط الثاني. هنا المتابعة ولكن الإبعاد، لا زالت المحاولة قائمة. التفوق العددي للفيصلي والكرة المنقولة لها في الطرف الأيمن، محاولة عرضية إلى الأمام ولكن إلى حارس المرمى، الحارس تامر صالح. هنا جماهير نادي الفيصلي الحاضرة وسط التغطية، وتفوق عالي لدفاع نادي الوحدات في هذه المقابلة. هنا المتابعة الآن باتجاه المرمى ولكن معتز ياسين. الكرة الآن أكثر اللاعبين اللي لديهم تحرر واضح رجائي عايد وعبيدة السمارنة، بتغذية حمزة دردور وسعيد مرجان وبهاء فيصل، ولكن عملية الكر والفر في الشوط الثاني هل يعطي لهذه الجماهير الفيصلية الحاضرة، جماهير الزعيم المتأخر بهدف أمام أمة الوحدات، أمة المارد الأخضر في هذه المقابلة؟ مرة أخرى بخطأ لصالح الفيصلي. هل نشهد التوزيعات الأكثر من رائعة الآن والعرضيات التي يعني ربما تشكل خطورة على المرمى ولكن أيضا تتخلص؟ لاحظ الكرات العكسية، بدأت الكرات أيضا بعدم تنظيم وعشوائية ما بين لاعبي الفريقين. هنا البطاقة الصفراء، البطاقة الصفراء لعدي زهران في هذه المقابلة. نتابع هل نشهد هفوات قادمة، هل نشهد القوة والسرعة العالية باتجاه مرمى أحد الفريقين، ولكن هل ستكون التغطية الجانبية الحاضرة في هذه المقابلة؟ نتابع الآن، محاولة إلى الأمام ولكن براء مرعي واحد من أفضل المدافعين حقيقة في هذه المقابلة. هنا خليل بني عطية، كرة اللعب الآن، متابعة وسط الميدان إلى أنس الجبرات، الجبرات إلى أحمد العرسان، إلى هشام السيفي، يوسف أبو جلبوش، هنا حسن عبد الفتاح واحد من أساطير ونجوم منتخب النشامة ونادي الوحدات. كرة اللعب الآن، متابعة حسن عبد الفتاح الذي لعب الآن، جول! هوبا! فعلوها بصمت، كيف يكون؟ كيف يكون لهذه الجماهير؟ الزعيم يعود الآن، بربك كيف يكون لجماهير الزعيم أن يخرج من هذه المباراة؟ يا الله، جمالك جمال، دلالك دلال يا الزعيم. كيف يكون لهذا الزعيم أن يخرج؟ كيف يكون لهذا الزعيم أن يغادر استاد عمان الدولي؟ لاحظ وبصمت، لاحظ بهدوء قاتل.
قف على ناصية الحلم وقاتل، قف على ناصية الحلم وقاتل للزعيم الفيصلي. جماهير الأمة الفيصلية يعودون من الباب الكبير، يعودون بأيضا بدقائق. يا الله، الآن استمتع، استمتع باللقاء في آخر ربع ساعة، الربع الثالث من الشوط الثاني والمقابلة. استمتع واخذ مقابلة، واخذ مباراة ومواجهة من نار. الآن احلوت هذه المقابلة، احلوت وهي من شرار ونار. ياهو الكلاسيكو ولع ولع، انطلاقة سريعة في الطرف الأيسر، محاولة باتجاه المرمى. ياهي مقابلة، ياهي مباراة ما بين الفريقين في الكلاسيكو الأردني، في الديربي الأردني، واحد من المقابلات المميزة. يعني اسمع اسمع بس اسمع اسمع بس اسمع الجماهير الفيصلية والأهازيج وعشاقي، يعني لنادي الفيصلي يعود إلى أجواء التعادل. حرم نادي الوحدات من مزاحمته في المركز الثاني، حرم نادي الوحدات من مشاركة الوحدات في المركز الوصيف. الفيصلي إلى النقطة 33 في الصدارة مؤقتا مع الجزيرة بعدد النقاط، النقطة 33، وبقي الوحدات إلى النقطة 30 بفارق 3 نقاط. كرة اللعب الآن إلى خليل بني عطية، محاولة إلى أبو جلبوش، هشام السيفي. لاحظ الضغط الآن، لاحظ الرتم اعتلى، لاحظ الضغط الواضح، الحضور البدني الكبير الحاضر في هذه المقابلة. ربع ساعة مجنونة نتابعها وإياكم على قنوات الكأس الرياضية، القناة الثانية. نادي الوحدات أمام الأهلي في الأسبوع 17 الجولة القادمة في استاد الملك عبد الله الثاني. نادي الصريح يقابل الفيصلي في الجولة القادمة. شباب الأردن أمام الحسين إربد، السلط أمام البقعة، العقب أمام ذات راس. يعني لقاءات الجولة 17 القادمة في يوم 14 و15 و16 من هذا الشهر. نتابع الآن كرة اللعب، المقابلة. هل يكون التعادل الخامس في آخر 7 لقاءات؟ هل يكون التعادل 21 في آخر 77 لقاء جمع الفريقين الغريمان الأزليان التقليديان؟ الكلاسيكو لا يمكن أن ينتهي بهذه الوضعية. ياهي مقابلة بهدف الفيصلي، أشعل المقابلة، أشعل المواجهة. كيف حال يعني الجماهير العاشقة؟ تقدم نادي الوحدات في الشوط الأول، ثم عادل نادي الفيصلي في الشوط الثاني. هنا المتابعة إلى الأمام، محاولة، أزالت المحاولة قائمة، المحاولة القائمة. سعيد مرجان تقدم في الدقيقة 15 من الشوط الأول، ثم أحمد العرسان اللي جاء في الدقيقة 27. أحمد العرسان وسعيد مرجان أصحاب أهداف هذه المقابلة. انطلاقة سريعة متحاولة باتجاه المرمى، مبعدة تتخلص، لازالت المحاولة، لازالت المحاولة قائمة. هنا الإبعاد سريعة لنادي الوحدات، هنا لبها فيصل، بها فيصل يحاول يمر من الأول، ولكن تجد المدافع الصلب والقوي براء، البراء مرعي، براء، البراء مرعي، براء مرعي من المدافعين الأقوياء.
لعب مع نادي الطائي السعودي ومع شباب الأردن. طلاقة سريعة، محاولة باتجاه المرمى ولكن إلى حارس المرمى. حمزة الدردور اختفى في الشوط الثاني، قدم شوط مميز في الشوط الأول مع سعيد مرجان ومع بهاء فيصل، ولكن في الشوط الثاني كلام ثاني وجميل لنادي الزعيم الفيصلي. هنا المتابعة، أزالت المحاولة قائمة، المحاولة كرة اللعب إلى حارس المرمى. معتز ياسين، بدأ نادي الوحدات يجري التغييرات لأدم القرشي. أدهم القرشي يأتي بديلا الآن في الشوط الثاني وسط نظرات حزينة من المدرب التونسي قيس اليعقوبي. كرة اللعب الآن متابعة إلى الأمام وسط الميدان إلى أنس الجبرات، أنس إلى أبو جلبوش، إلى أحمد العرسان. انطلاقة سريعة، محاولة ولكن إلى خارج أرضية الملعب إلى رمية التماس. أحمد العرسان أعاد هيبة نادي الزعيم الفيصلي. آدم القريشي يأتي لأنس عوضات، أنس عوضات يقاد أرضية الميدان ويأتي اللاعب أدهم القرشي في هذه المقابلة. تبديل لفريق الوحدات. المتابعة الآن 13 أنس أحمد ودخول اللاعب رقم 24 أدهم القرشي. أدهم القرشي يأتي بديلا لأنس عوضات. هنا محاولة في الطرف الأيمن في الجهة اليسرى، هنا إلى خارج أرضية الملعب. التسع دقائق المتبقية على أحداث شوط المباراة الثاني والمقابلة. نتابع الآن الضربة الجانبية لنادي الفيصلي. نادي الفيصلي إلى الآن المتابعة، الضربة الركنية على التنفيذ الآن، محاولة ولكن دون متابعة لنادي الفيصلي. محمد الدميري، محمد الدميري إلى خارج أرضية الملعب وسط الأهازيج والجماهير الحاضرة لعشاق الزعيم الفيصلي. جماهير لم تهدأ إطلاقا منذ أن سجل أحمد العرسان في الدقيقة 27 أو 28 من إحداث شوط المباراة الثاني. هنا المتابعة إلى السنغالي، مبادرة من فيكتور ديمبا، محاولة في الجهة اليسرى، صعود للاعب نادي الفيصلي إلى الأمام ولكن الإباد من سليم عبيد. محمد الدميري، سليم عبيد إلى حسن عبد الفتاح، عبد الفتاح، حسن عبد الفتاح لاعب لنادي الكويت الكويتي ولاعب للعديد من الأندية، يملك الخبرة الميدانية الكبيرة. حسن عبد الفتاح، هنا المتابعة، المقابلة، المتابعة الآن إلى هذه في هذه المقابلة مشاهدينا الكرام في آخر 7 دقائق. تفصلنا عن هذه المواجهة الكبرى في كلاسيكو الأردن، الفيصلي والوحدات. انطلاقة سريعة ولكن تطول إلى خارج أرضية الملعب. قيادة ممتازة لحكم اللقاء السعودي شكري الحنفوش. وإذا ما انتهت هذه المقابلة على ما هي عليه، الفيصلي إلى النقطة 33،
مع مشتركة مع الجزيرة في المركز الأول والصدارة مؤقتا، والوحدات إلى النقطة الثلاثين بفارق 3 نقاط. هنا محاولة، هنا ترقب الآن، ولكن تتخلص، تبعد، تبقى إلى خليل بني عطية. محاولة إلى الأمام، زياد بني عطية، خليل بني عطية، ولكن هشام التونسي هشام السيفي لعب لنادي الملعب القابسي ولعب لنادي شبيبة القيروان وللنادي الهلالي في تونس والجزائر، وتدرج كثيرا ما بين أندية تونس والعين الإماراتي. هشام السيفي اللي لديه يعني 4 أهداف في قائمة أهداف هذه البطولة، اللي يتصدرها كابارينجو مهاجم نادي الشباب الأردن ب10 أهداف. انطلاقة سريعة، ثم يأتي بهاء فيصل في الهدف التاسع، نجم ومهاجم نادي الوحدات. كرة اللعب الآن، محاولة إلى هشام، هشام السيفي، ولكن يكسب خطأ، خطأ لمحمد الباشا المدافع، مدافع نادي التعاون السعودي سابقا. محمد الباشا، هنا المتابعة في هذه المقابلة إلى الأمام، ونحن نسير في الدقيقة 40، 5 دقائق المتبقية من الوقت الأصلي من عمر اللقاء، والمواجهة الكبرى هل ستنتهي بهذا التعادل؟ التعادل هل يكون عادل في هذه المواجهة في مباراة الكلاسيكو؟ رأينا منتخب النشامة في كأس آسيا وكانت المطالبات كثيرة لمحمد الدميري كابتن نادي الوحدات وقائد الكتيبة في خط الدفاع، ولكن المدرب ضم سالم عجالين. هنا المتابعة، ولكن إلى ضربة جانبية، ركلة ركنية بخبرة حسن عبد الفتاح. حسن عبد الفتاح هل يحسن يعني هذه المقابلة؟ هل أيضا المتابعة الضربة الركنية؟ كاد أن يتقدم حسن عبد الفتاح الدولي السابق الأردني، واحد من نجوم وأساطير الكرة الأردنية، كاد أن يتقدم بالوحدات إلى مركز الوصيف في ترتيب بطولة الدوري. محاولة عالية للأمام، كرة اللعب الآن إلى أحمد العرسان، مقطوعة من محمد الباشا إلى الأمام، كرة اللعب باتجاه المرمى. هنا المتابعة والمطالبة بضربة جزاء، ولكن الحكم القريب حمزة الدردور، انطلاقة سريعة في الجهة اليمنى، لازالت المحاولة مقطوعة في وسط الميدان في الجهة اليسرى إلى أحمد العرسان، انطلاقة سريعة، الفيصلي في الطرف الأيسر، انتظار، تريث، تمريرة عرضية، فعلوها، عرضية نفذوها وفي المرمى سجلوها. أي زعيم، أي مقابلة يا جماعة، زعيم ثم زعيم ثم زعيم، يا الله الفيصلي، الله على الأمة الفيصلية، الله على الجماهير الفيصلية، على الأزرق الزعيم. عالم كرة القدم لا يعرف سوى المفاجآت، سوى أيضا العرضيات والأهداف الجميلة.
يا هي مقابلة هوبا 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 لزعيم. أي زعيم من ذهب، أي زعيم من ذهب، تابعوه راقبوه، والله يستحق الإشادة. قلب المباراة رأسا على عقب بعدما كان متأخرا في الشوط الأول بأقدام سعيد مرجان، ثم عادل النتيجة أحمد العرسان، ثم تقدم الزعيم عن طريق اللاعب هشام السيفي نجم التونسي في هذه المقابلة في وقت قاتل. كما ذكرت أفضل توقيت في عالم كرة القدم، أفضل كل مشروع هدف هو التوقيت، ولكن التبديلات هل تجدي نفعا؟ رجاء عايد، يأتي راتب صالح، راتب صالح يأتي بديلا، راتب صالح يأتي بديلا لرجاء عايد. التبديل الثالث لقيس اليعقوبي. ياهي مقابلة، ياهو كلاسيكو، المقابلة التي تفرض من قبل الزعيم على المارد الأخضر. الوقت البدل الضايع لأربع دقائق، يا سلام، انطلاقة سريعة، محاولة إلى خليل، خليل بني عطية، بدأت المباراة، انفتحت المقابلة. يمتع الزعيم، والله يستحق التصفيق، يستحق الإشادة. أن تقلب المباراة، تقلب المقابلة رأسا على عقب بعدما تكون متأخر بهدف بأقدام سعيد مرجان، ولكن طموحاتي وعزيمة الرجال ورغبة الزعيم لانتعاشتي ولرسم البسمة على محيى الأمة الفيصلية. فيصلي فيصلي يباغت، يسجل الصدارة بجدارة واستحقاق إلى النقطة 35 في صدارة بطولة الدوري بفارق نقطتين على الجزيرة اللي لديه لقاء قادم، ولكن معتز، معتز ياسين اللي يعاني من عملية الشد الواضحة، لمعتز ياسين كاد أن يصطاد الأتم القرشي. البديل اللي أتى في الشوط الثاني، يجب الهدوء، يجب الهدوء يا شباب، نحن نسير في الدقيقة الثانية من الوقت البدل الضايع، نقطة لدقيقتين مرت على أحداث الأربع دقائق المحتسبة للوقت البدل الضايع. استمتعوا بهذا الموج، استمتعوا بهذا بهذه الهزيج الواضحة من العاشقة، من الأمة، الأمة الفيصلية الحاضرة في استاد عمان الدولي. يا هي مقابلة، يا هي مواجهة تاريخية، في المواجهة التاريخية 77 في مختلف البطولات، هذا الفوز 28 للفيصلي على مر التاريخ على الوحدات، يبقى الوحدات في الفوز 29. التعادل الإيجابي والسلبي جاء بعشرين لقاء. جماهير تستحق أن تفرح، تستحق أن تسجل وترسم البسمة على محياه في هذه المقابلة بإقدام التونسي هشام السيفي، وبأيضا أحمد العرسان اللي قلبوا المباراة رأسنا على عقب. المارد الأخضر الوحدات في الشوط الأول، كان لي حديث يعني بين شوطي هذه المقابلة أن يعني مع الزميل محمد الكيالي عن إمكانية إدارة الفرص الكثيرة والمتتالية والمتلاحقة للوحدات، لأن معادلة وقانون كرة القدم أن تضيع الفرص، تضيع الأهداف، لابد أن تقبل الأهداف، هذه معادلة
متفق ولا وغير قابلة للشك. تضيع الأهداف، اقبل الأهداف، وهذا ما وضع نفس نادي الوحدات في هذه المقابلة، في هذه المواجهة التاريخية، في هذا الديربي، في الكلاسيكو. هذا هدف سعيد مرجان بخطأ من الحارس المعتز ياسين، ولكن أحمد العرسان اللي عادل النتيجة بهدوء وبصمت. هدف أشعل المقابلة وأشعل المباراة وأشعل الجماهير العاشقة. ثم هشام التونسي، هشام السيفي اللي ضرب وبأيضا عمق الجراح وعاد بالفوز بثلاث نقاط للفيصلي الزعيم في هذه المقابلة. براء مرعي، واحد من أجمل المقابلات التي رأيتها لبراء. براء مرعي ناجم نادي الطائي السعودي سابقا ونادي شباب الأردن في السابق، جماهير لم تهدأ إطلاقا. الآن وبعد انتهاء هذه المقابلة والجماهير الزاحفة منذ ظهر اليوم لاستاد عمار الدولي لعشاق ومجانين الفيصلي، مجانين الزعيم للأمة الفيصلية، محاولة ولا زالت المحاولة قائمة. هنا المتابعة، هنا المحاولة. دقيقة الخامسة من الوقت البدل الضايع بعدما احتسب حكم اللقاء السعودي السيد شكري الحنفوش 4 دقائق الوقت البدل الضايع، ولكن بسقوط حارس معتز ياسين حارس مرمى نادي الفيصلي. الكرة المبادة، الفيصلي إلى النقطة 35 في صدارة بطولة دوري المناصير الأردني بفارق نقطتين عن الجزيرة الآن مؤقتا. هنا المتابعة، كاد حمزة الدردور أن يعود بطموحات المارد. ضربة جانبية، الركنية الجانبية الأخيرة، الركلة الركنية، الضربة الجانبية. الحكم السعودي شكر الحنفوش، هل يعادل النتيجة الوحدات هنا على التفيض؟ الضربة الركنية. المتابعة الآن، محاولة، وهنا يعلن الحكم السعودي شكري الحنفوش عن نهاية شوط المباراة الثاني بفوز الزعيم الفيصلي. مبروك للزعيم الفيصلي، وهاردك وحظ أوفر للوحدات المارد الأخضر في هذه المقابلة ضمن أحداث الجولة 16 من أحداث بطولة دوري المناصير الأردني. سعدت كثيرا بلقائكم مشاهدينا الكرام، إلى قادم اللقاءات وإلى قادم المقابلات. هنا أترككم مع الزميل عبد الرحمن محمد وضيوف الكرام في الاستوديو. عبد الرحمن، إليك الكلمة.